السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق الله العظيم.